معمار دخول السيدة العذراء إلى الهيكل للقديس كيرلس أسقف أورشليم، ويقال في 300 من السنة القبطية. بالحقيقة يا أحبائي، قد كمل اليوم كلام داود المرتل الذي قال: مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، نفسي تشتهي أن تدخل ديارك يا رب، قلبي وجسدي يتهللان بالله مخلصي. بالحقيقة قلب الملك يستريح في قصره الذي هو مريم، لأنها اشتهت أن تصير في هيكله المقدس، وقلبها يطلب مساكنه أكثر من كل العالم وأمواله الزائلة، ووجهها يتهلل بتعليم الكهنة، وطهارة جسدها نقية جدا أفضل من أن تكون في مساكن آبائها ولدى أقاربها، لأن العصفور قد وجد له مسكنا واليمام عشا حيث تضع أفراخها. هكذا هي العذراء فرحت بوجودها في هيكل الرب، وتهللت عندما وجدت مسكنا لإله يعقوب. هكذا أخبر آباؤنا الرسل عن دخول السيدة العذراء إلى الهيكل، وذلك أنه عندما بلغت العذراء السنة الأولى من عمرها، حيث كان وقتئذ يوجد في هيكل الرب زكريا ابن برشيا الكاهن الأعظم الذي أوقف حياته لخدمة الرب، فظهر له ملاك الله ذات يوم قائلا: السلام لك أيها الشيخ المبارك، قم وأخبر حنة ويواقيم أن يحتفظ بالطفلة التي ولدت لهما لكي يقدماها لهيكل الرب وديعة طاهرة تظل مرعية بك. فلما سمع زكريا هذا الكلام تعجب كثيرا وبارك الله، وقص رؤيته على زوجته اليصابات التي قامت مسرعة معه حيث توجد العذراء البتول. فلما وصل سلم على حنة ويواقيم اللذين تجمعهما بهما رابطة القرابة، وبعد هنيهة من الزمن قام الكاهن العظيم زكريا وشرح ما سمعه من الملاك بشأن القديسة العذراء مريم، فأجابته والدتها قائلة: يا أبي القديس، إن كل ما أومأت به قد قيل لي قبل أن أحبل بها، وقد سبقت فنظرت أن كل ما يعطى لنا ذكرا أم أنثى ندفعه لخدمة الرب داخل هيكله المقدس. فبارك زكريا السيدة العذراء وانثنى راجعا هو وزوجته المباركة اليصابات إلى مدينته بسلام. وفي ذات يوم رأت أمها وجهها يتلألأ نورا ساطعا، ففرحت وباركت الله وسبحت مع داود النبي قائلة: إلهي، قد رفعت شعبا متواضعا وأذللت أعين العظماء بسبب حلولك في بيتي أنا المسكينة، نظرت إلى تواضعي في شدتي وخلصتني بما أوجدته مني من الثمر أنا العاقر. عيناي نظرتا خلاص الرب القدوس إله إسرائيل. أشكرك أيها الرب الإله ضابط الكل، وأمجدك إلى الأبد. آمين.
ولما قالت حنة هذا جلست أمام طفلتها مبتهجة بما وهبت من نعمة عظيمة. ولما بلغت الطفلة الثانية من عمرها صنع أبواه وليمة عظيمة للفقراء والمساكين في ذلك اليوم الذي قرر فيه والدها أن يذهب بها إلى هيكل الرب. ولكن أمها حنة طلبت من أبيها يواقيم أن يبقي الطفلة إلى أن تبلغ السنة الثالثة من عمرها، وفعلا قد تم إبقاؤها إلى أن أتمت السنة الثالثة من عمرها. وإذ بدأت الصبية تمشي على الأرض تذكرت والدتها أن تذهب بها إلى هيكل الله لتخدمه بالطهارة كما سبقت ونذرت قبل الحبل بها. ولكي يتم قول داود النبي القائل: إن أرجلنا قامت في طريق مستقيمة. فأرسل يواقيم إلى الرعاة يأمرهم بإحضار ذبائح وقرابين كثيرة، ثم ذهب بها إلى أورشليم ومعهما الصبية، يتبعهم الجمع الغفير من الناس. وحول الصبية 6 عذارى من بنات اليهودية الطاهرات يلقبن جميعا باسم مريم. وكان ذلك في اليوم الثالث من شهر كياك. والأمر العجيب الذي اجتاز فيه فلاسفة بني إسرائيل أن الصبية لما تركها أبواها ورغم حداثتها لم تتألم ولم تبكي ولم تقلق، بل ظلت ساكنة ساكتة بالهيكل وهي تنمو كل يوم، حتى أنها كانت موضوع حديث بني إسرائيل. وكان الكثيرون يقصدون إلى هيكل الله لينظروا مريم ابنة يواقيم ويحمدوا الله، لأن خضوعها وودعتها كانا ظاهرين في حياتها. كان أبواها من نسل داود الملك، فكان يبعثان لها بالطعام، وكانت الطفلة تقبله بشكر وخضوع دون افتخار. وبعد أن يخرج من عندها تستحضر فقراء الهيكل وتعطيهم طعامها. وقد تحيرت عقول الكهنة وقلقت أفكارهم إلى أن انكشفت لهم الحقيقة، وذلك برؤية نور ساطع سماوي من نعمة الروح القدس حالا عليها. وبذلك صارت وسط الهيكل كأنها حلة نورانية. ولا عجب في ذلك، لأنها إناء مختار أو بالحري مسكن طاهر لروح الله القدوس. وفي آخر كل أسبوع كان أبواها يعملان وليمة للفقراء في بيت الرب، فكانت مريم تخدمهم وتعطي الطعام لكل محتاج. وظلت سيرتها الحسنة وأعمالها المرضية تزداد يوما فيوما. عظيم هو مجد بتوليتك يا مريم العذراء، لأنك وجدت نعمة أمام الرب الكائن منك. أنت هي السلم الذي رآه يعقوب ثابتا على الأرض ومرتفعا إلى السماء والملائكة عليه. أنت العليقة التي رآها موسى النبي والنار في أغصانها ولم تحترق. أنت الحقل الذي لم يذرع وأخرج ثمرة الحياة. أنت هي الكنز الذي اشتراه يوسف ووجد فيه الجوهر مختفيا، أعني بذلك مخلصنا الذي ولد منك لخلاص البشرية.
افرحي يا والدة الإله تهليل الملائكة، افرحي يا بشرى الأنبياء، يا من استحققت حلول الكلمة القدوس في بطنك، افرحي يا من بواسطتها قد خلص آدم وذريته، افرحي يا من أرضعت مغذي كل البشرية، افرحي أيتها القديسة أم الأحياء جميعهم. نطلب إليك أن تشفعي فينا لدى ابنك الإله المتجسد منك الذي أتى وخلص العالم بأجمعه. كرامتك يا مريم العذراء من يقدر أن ينطق بها؟ لأن الله أحبك وسكن فيك. الساكن في النور الحقيقي تنازل وسكن في بطنك 9 أشهر، ولدتيه وبقيت عذراء، لأن هذا هو الحجر الذي رآه دانيال النبي مقطوعا من جبل بغير يد إنسان. هو الله الكلمة الذي تجسد من العذراء وولد من الآب قبل كل الدهور، الذي أخذ جسدا من العذراء مريم بغير زرع بشر حتى يخلصنا. فمن لا يطوبك أيتها الحمامة النقية أم المسيح؟ عظيمة هي رحمته، فإياه نسأل بشفاعة هذه العذراء القديسة والدة الإله أن يتجاوز عن هفواتنا ويستر عيوبنا وينجينا من ضربات الشياطين ومن شدائد الزمان، ويثبتنا في الإيمان المسيحي إلى النفس الأخير، ويجعلنا مستحقين دخول البيعة المقدسة الواحدة الجامعة الرسولية متشبهين بملائكته النورانيين، ويجعل باب بيعته مفتوحا على ممر الأزمان، ويخذل سائر الأعداء، ويرزقنا الطمأنينة في الوطن، ويعطف قلوب المتولين علينا بالرأفة والإحسان، وأن يسمعنا الصوت الفرح القائل: تعالوا إلي يا مبارك أبي، رثوا الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم، الذي لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، بشفاعة السيدة العذراء مريم وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والصديقين وكل من أرضى الرب بأعماله الصالحة إلى دهر الدهور.